مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. الكورونا هذا الوباء حجز الإنسان في المنزل وحررت البيئة، الحيوانات أصبحت سيدة العالم. شفنا البطاريق طالعة تمشي في الشوارع في أفريقيا، الماعز تمرح وتمرح في ويلز في بريطانيا، القرود تقفز وتنطنط في تايلاند، الأسود كانت مرتمية وتتأخذ راحتها في الطريق في جنوب أفريقيا، كلب البحر كان نايم على الشط في الأرجنتين بكل راحة، التماسيح كانت تمشي في مدن في جنوب أمريكا، والكناغر تقفز وتمشي وتمرح في أكبر مدن أستراليا. تراجع الضباب في سماء الصين، وأصبحت قنوات المياه في البندقية أو فينيسيا نقية جداً. نزلت نسبة CO2 أو ثاني أكسيد الكربون من الجو، ونزلت نسبة ثاني أكسيد النيتروجين. طبقة الأوزون أصبحت أصغر ما يكون، حتى أنه بعض العلماء حكوا أنها رجعت لأكثر من 40 سنة إلى الوراء. هذا هو التأثير اللي أثرت الكورونا على البشرية. شهرين يا جماعة، إحنا فقط شهرين أو ماكسيموم 3 أشهر محجورين في البيوت. يعني الفترة اللي جلسنا فيها قديش غيرنا إحنا في البيئة. إحنا إلنا سنوات وسنوات قاعدين ندمر في هاي البيئة. طبقة الأوزون صارت تتوسع، درجات الحرارة بترتفع. كل هذا التأثير. أنا مبارح، يعني ليش عملت لكم هذا الفيديو؟ سمعين زقزقة العصافير. مبارح طلعت بعد الفجر، قبل الفجر بشوي، أمشي بالشارع هيك، فطلعت فاستغربت من زقزقة العصافير في منتصف الليل الساعة 4 الصبح. العصافير بتغني تنشد، وهذا كان شيء يعني غريب بالنسبة لي، أول مرة في حياتي بسمعه في داخل المدينة إنه العصافير بهاي الطريقة تزقزق. يعني لما صرت تمشي بالشارع صرت تستنشق. سمعين زقزقة العصافير يا جماعة، هذه من زمان ما سمعناها. صارت الحيوانات فهمت انه البيئة مشتركة إنا وإلهم. هذا اللي احنا عايشين فيه مش بس إنا، فما نكون طماعين. انا احط لكم في نهاية هذا الفيديو الاصوات اللي سمعتها مبارح، هتسمعوها، بس استمعوا إلها، بس اجلسوا اغلقوا عيونكم واستمعوا. سامعين؟ يا الله، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا. شو اللي خربناه في البيئة؟ وشو اللي سويناه في هذه الأرض الجميلة الرائعة؟ خليكم مع الفيديو عشان تحضروا لنهايته. الساعة 3:30 أصوات العصافير.
ترجمة